تحدى أكثر من 200 ألف شخص الحصار المفروض على مدينة حمص وتظاهروا في شوارعها في جمعة الجامعة العربية تقتلنا للمطالبة بإسقاط الرئيس بشار الأسد وإدانة جمود الجامعة العربية. وكعادتها أطلقت قوات الأمن النار على المتظاهرين في مدن وقرى عدة ما أدى إلى مقتل أكثر من 15 شخصا غالبيتهم في حمص، فيما قتل 3 أشخاص في درعا و2 في ريف حماة ودمشق. وبعد مشروعها المفاجئ بخصوص سوريا الذي رفعته الخميس إلى مجلس الأمن، أعلنت موسكو الجمعة عن زيارة مرتقبة لنائب الرئيس السوري فاروق الشرع إليها لإجراء محادثات جدية بشأن الأزمة السورية، وذلك بعد تأكيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الروسية ألكسندر لوكاشيفيتش ضرورة وضع حد سريع لأعمال العنف في سوريا. أعتقد أن الشيء المهم الآن ليس من يذهب إلى أين، بل وضع حد سريع لأعمال العنف وتنفيذ مبادرة جامعة الدول العربية وإنهاء كل أشكال العنف من جميع الأطراف. نحن نعول على هذه المبادرة التي نعتقد أنها يجب أن تدعم، ونحن بالتالي ندعمها، ولكن في الوقت نفسه لا يجوز تفسير أي بند من بنود مشروع القرار هذا على أنه دعوة للتدخل في الشؤون السورية الداخلية، لأن مثل هذا التدخل سيزيد من حال التوتر في المنطقة عموما. وبعدما كانت فرنسا وصفت مشروع القرار الذي تقدمت به روسيا إلى مجلس الأمن الدولي الخميس بالحدث الإيجابي، كررت الجمعة تحفظاتها عليه معتبرة أنه من غير المقبول المساواة بين قمع النظام السوري ومقاومة الشعب السوري. أما عربيا، فأعلن النائب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد بن حلي أن اجتماع اللجنة العربية المكلفة الملف السوري سيعقد السبت في الدوحة بعد أن كان مقررا عقده في القاهرة، في حين تم تأجيل اجتماع لوزراء الخارجية العرب كان مزمع عقده في اليوم نفسه إلى أجل غير مسمى. وفي تونس يبدأ المجلس الوطني السوري مساء الجمعة اجتماعا يستمر 3 أيام لتنسيق تحركات المعارضة وتنظيمها والتسريع بإسقاط نظام الأسد. وقال رئيس المجلس برهان غليون إن الأسد انتهى وسوريا ستصبح ديمقراطية والشعب سيكون حرا أيا كان الثمن، في حين أكد الرئيس التونسي الجديد المنصف المرزوقي أنه يعارض التدخل الأجنبي في سوريا، معبرا عن أسفه لأن الأمور انزلقت نحو العنف وبدأت قصة التدخل الأجنبي.